نتحدث اليوم عن آفاق التسوية السياسية في بلادنا، قراءتك للوضع الحالي في ظل مستجدات التطورات على الجانب الاقتصادي والجانب السياسي أيضا. السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أخي أكرم وضيفك أخي وتاج راسي الأستاذ عبد الكريم المبدي، والتحية للمشاهدين الكرام. الحقيقة في ما يخص موضوع التسوية يعني والجانب الاقتصادي، الجميع يعلم اخواني على ان المكون المتمثل في الميليشيات الخلفية يعني الحقيقة التجارب كثيرة لنا معهم يعني، وما الهدنة والهدنة الثانية وايضا اتساد السكون الا خير دليل على ان هذه الجماعة لا تلتزم بالمواثيق والاتفاقات، والحقيقة يعني آخرها ما حدث يعني في ما يخص موضوع الطيران وأيضا قرارات البنك. الحقيقة أنا كمواطن يمني يعني أتكلم الحقيقة بكل شفافية، أنا لا أؤمن الحقيقة بسلام في ظل يعني السلوكيات التي تمارسها الميليشيات الحوثية، ولا أرى يعني الحقيقة آفاق للحلول مع هذه الأصابة.